طب احنا اللي شايفينه في ليبيا انه الوضع اكبر بكتير من انه يكون مجرد مجموعات مسلحة بتتعامل بشكل منفرد، الا انه في دول للأسف الشديد اسهمت عن عمد في محاولة اسقاط ليبيا وتفكيك جيشها واشاعة الفوضى داخل الاراضي الليبية، وبعضها دول عربية للأسف مثل قطر، بعضها زي تركيا، بعضها زي ايطاليا. ويمكن لمست من قراءة حوارات للمشير خليفة حفتر أنه رجل يحمل هما عروبيا ليس فقط مجرد الهم الليبي. كيف سوف تتعامل مع دولة شقيقة عربية مثل قطر وهي تمول الإرهاب والفوضى داخل ليبيا؟ يعني الدول الأخرى عندها مصالح، يعني عندها مصالح، حتى لما تعمل ضدنا تعمل لأن عندها مصلحة، ولكن لن تتحقق لها مصلحة ما لم تتعامل مع الجيش الليبي. مصالح مصلحتها في الجيش الليبي، هي تعتقد أنها، ولكن يمكن أخذت المعلومات خاطئة في الاتجاه الآخر، ويمكن تعاملت مع هذا الاتجاه لعلها تحصل على شيء معين، لكن كل مصالحها هي الآن في يد الجيش الليبي.